هنبدأ مع أخبار النادي الأهلي، وهيتسلم السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي تقرير طبي من أحمد جبلة رئيس الجهاز الطبي عن حالة الثنائي أكرم توفيق ومحمد هاني بعد الإصابات اللي تعرضوا ليها مؤخرا، بالتحديد في مباراة السوبر الأفريقي قصاد النادي الأهلي. بدأ محمد هاني لاعب النادي الأهلي أنه ينفذ المرحلة الأولى من البرنامج التأهيلي، وكمان أداء العلاج اللازم بعد ما أثبتت الإشاعة إصابته بجزع في الرباط الصليبي الخلفي للركبة. أما بالنسبة لأكرم توفيق فهيخضع لفحوصات طبية بعد ما اشتكى من إصابة في العضلة الضمة. كمان قرر محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي إحالة تصريحات أحمد قندوسي لاعب النادي الأهلي المعار لسيراميكا كليوباترا للشؤون القانونية في النادي ومخاطبة النادي الحالي لاستدعاء اللاعب للإدلاء بأقواله بخصوص ما صدر عنه. أحمد قندوسي أثار الجدل بتصريحاته بعد ما أكد أن فشل صفقة انتقال زين الدين بالعيد للفريق النادي الأهلي جات لأسباب بعيدة عن الأمور الفنية، وأكد أنه طلب من اللاعب دخول وكلاء بأعينهم لإنهاء الصفقة قبل أن ينضم لصفوف فريق سانت ترودين البلجيكي. نروح لخبر تاني، وقال محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي إن علي معلول لاعب الفريق قيمة كبيرة جدا، وهو قدم مردود كبير جدا مع الفريق من ساعة ما انضم للنادي الأهلي في 2016، وبالتأكيد اللي بذله معلول من جهده ومن عطاء على مدار السنين الطويلة اللي فاتت فهو محل تقدير من الجميع سواء كانت الإدارة أو الجماهير. أضاف كمان إن الإصابة بس هي اللي بعدت اللاعب عن صفوف الفريق، وهو بينفذ في الوقت الحالي برنامج علاجي بشكل متميز، خاصة أن اللاعب هو لاعب محترم وملتزم جدا بطبيعته. وقال كمان أن النادي الأهلي مستني أن يتماثل علي معلول للشفاء في نوفمبر القادم وفقا لرؤية الطبيب المعالج ليه، وبعد كده هيكون أكيد بيشارك في التدريبات وبعد التأكد من سلامته أولا، أكيد هو ده اللي بيتمناه كل محب للنادي الأهلي، وبعد كده هيكون القرار اللي بيحدد موقفه. لكن طبعا بعد كده أو هيكون في لاعب صاحب مكانة خاصة في قلوب جماهير النادي الأهلي ومسؤوليه أكيد هو علي معلول.